بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة جميعا؟ وحشتوني والله كتير. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض سلسلة محاضرات، هو زي معسكر كده، احنا هنتفق ان هو حاجة معسكر وعندنا تاسكات يوميا. هنحاول ننتظر شوية بقية الناس اللي داخلة في الميعاد، يعني هنستنى حوالي 5 دقايق كده ولا حاجة قبل ما نبدأ رسمي. النهارده زي ما حضراتكم كنتوا شايفين كده في زي ما شيرنا في الاجنده، عندنا مجموعه تاسكات مهمه هنتكلم فيهم النهارده كبدايه. يا ترى الصوت وصل عند كل الناس كويس؟ لو وصل عند كل الناس كويس نكتب واحد. أنا سامع أصوات، الناس تقفل المايك بس تكتب واحد، تكتب واحد في الشات. طيب كده كده الاخبار، الصوت ايه؟ كده اخبار الصوت عند الناس ايه؟ سامعيني كويس؟ انا الجهاز كان مهنج عندي. واحد يعني كويس؟ تمام. استاذ صابر تمام، استاذ علي ازيك، استاذ صابر ازيك، استاذ احمد عبد الغني، احنا معانا 18 حد لغايه دلوقتي حاضر. واضح ان الموضوع ما وصلش للناس كلها. أستاذ أيمن، أستاذة شيماء، أستاذة هالة، أستاذ مصطفى، أستاذة نصرة، أستاذة نورة صفت، أستاذ سامح، أستاذة ابتسام، أستاذ إيهاب السلماوي، أستاذة هناء ودعاء طبعا، وأيمن شكري وأحمد سليمان وعبد الله. دول حضور. أستاذ مصطفى حاول تسطب الصوت، أنا عندي باين إن أنت فعلا ما عندك مشكلة في الصوت. إحنا اتفقنا إن كده كده المحاضرة متسجلة، وكل اللي هنقوله النهارده ان شاء الله متسجل، بحيث ان احنا ان شاء الله اول ما يخلص على طول هرفعه لكم على اليوتيوب وابعت لكم اللينك بتاعه بالطرق اللي حضرتك قدرت توصل بيها للمحاضره دي، هيبقى في نفس المكان. وتقدر تنزل اللينك اتند، لو حد من اللي معانا من اللي يكتب لاخونا مصطفى او للناس اللي عندها مشكله في الصوت ان هي تنزل اللينك اتند وتحضر بيه المحاضره. احنا على بركة الله كده ان شاء الله هنبتدي. احنا الساعة دلوقتي 9:05 ولا لسه الساعة عندي مقدمة انا؟ احنا هنسجل ونرفعه على اليوتيوب يا نصر ان شاء الله. هنسجل وبعد ما تخلص المحاضرة ونجهزها هنرفعها على اليوتيوب إن شاء الله. على بركة الله نتوكل. إحنا النهاردة المحاضرة هنعتبرها المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات جاية إن شاء الله لغاية قبل التاريخ اللي هو بتاع نهاية المسابقة اللي هو 30/9. هيبقى عندنا تاسكات من النهاردة إن شاء الله للمجموعة اللي ناوية تشارك في الإكسبرت إنديكيتور. النهاردة إن شاء الله هنعمل أوفر فيو عن المسابقه، عن الانوفيتيف اديوكيتور اكسبرت اوفر فيو، وهنتكلم على الابلكيشن نفسه بالعربي كده ونشوف الاسئله بتاعته والمفروض نجاوب نقول ايه ونعمل ايه، ونتفرج كمان على الروبريك اللي المفروض المحكم نفسه هيحكم الابلكيشن بتاعي بيه. وهنتطرق طبعا للناس الجديده، انا عارف ان معظمنا ناس قديمه بس انا عاوز الناس القديمه حتى معانا تساعدني على القصه دي. هنفتح برضو القالب الفي سي تي سواء العربي او الانجليزي ونقول ازاي نحط الحاجات بتاعتنا جوه القالب عشان تبقى دليل على ان انا نفذت الليرنينج اكتيفيتي او النشاط التعليمي بتاعي مظبوط.
كمان هنتكلم على الروبريك أداة التحكيم اللي بيتحكم بيها النشاط التعليمي بتاعي او الليرنينج اكتيفيتي بتاعتي. وكمان هنتكلم على الليرنينج اكتيفيتي روبريك بالانجليزي اللي هو المحكم الاجنبي بيشتغل بيه. لو عندنا وقت النهارده ان شاء الله، لان زي ما اتفقنا ان احنا سيناريو المحاضرات بتاعتنا هتبقى ساعة الا ربع ان شاء الله، بنتكلم في حاجة جديدة، وساعة وربع انا برد على اسئلتكم واستفساراتكم والحاجات اللي ليها علاقة بالابليكيشن بتاعنا وبالنشاط التعليمي بتاعنا والحاجات اللي عاوزين نزودها. انا ان شاء الله محضر لكم مجموعة مفاجآت كبيرة الفترة الجاية بإذن الله، تباعا كده لغاية قبل 30/9 هنشتغل فيها مع بعض. معرفش اللي فيكم وصلوا الميل، كنت انا سارد بعض الافكار اللي احنا هنتكلم فيها. فان شاء الله هيبقى في سيشن عن الكود، وان شاء الله هيكون في سيشن عن التاتش ديفلوب ده اللي هو بتعمل بيه الابس على الموبايل او الكمبيوتر او اللابتوب، اي جهاز او تابلت او الكلام ده، من غير ما تبقى عارف قوي موضوع الكودينج، يعني تقدر تتعلم الموضوع بسهولة. هنتكلم عنه ان شاء الله في محاضرات لاحقة. فخلونا النهاردة نمشي في الاجتماع بيتسجل، ما تلاقيش يا استاذة ابتسام، حد بس يرد على ابتسام من اللي سامعني يقول لها ان الاجتماع بيتسجل من اول لحظه، ما تلاقيش، وهنرفعه على طول بمجرد ما يجهز، نرفعه على اليوتيوب ونشير لكم اللينك بتاعه. نبدا على بركه الله. احنا اول حاجه هنتفرج عليها دي عباره عن البي دي اف اللي حضراتكم نزلتوها من الاتاتشمنت، اللي بتشرح هو ايه الاكس المايكروسوفت انوفيتيف اديوكيتور اكسبرت، ايه المسابقه دي، وازاي ممكن اشترك فيها، وايه اللي هيعود عليا من اشتراكي فيها. حتى هو حاطط بدايه مقدمه كده بيقول لك ان مايكروسوفت بتؤمن ان التكنولوجي لوحدها ما تقدرش تنمي مهارات القرن 21 عند الطلبه، وان التكنولوجي مجرد اداه بتسرع بس العمليه لكن لوحدها ما تقدرش تغير. وهم جدا مؤمنين ان المعلم هو اللي عليه الدور الكبير جدا في احداث التغيير ده ما بينه وما بين الطلبه. والكلام ده كمان هنشوفه بالعربي كمان شويه. انتوا سامعيني كويس يا جماعه؟ الناس اللي سامعاني ما عندهاش مشكله في الصوت، سامعاني كويس؟ تمام. وزي ما اتفقنا ان المحاضره متسجله، وان شاء الله هننزل اللينك على طول. تمام. فدي اول حته من البي دي اف. لو كملنا كده هنلاقيه بيقول لي لو ايه اللي هيعود عليا وعلى مدرستي وعلى على الكارير بتاعي لو بقيت اكسبرت اديوكيتور، يعني لو مايكروسوفت منحتني الشرف ان انا ابقى من الاكسبرت اديوكيتور، ايه اللي انا هاخده؟ قال لك ان انت هتطلع المنتدى العالمي في برشلونه في شهر 3 اللي جاي، الجلوبال فورم، ان حضرتك هيبقى عندك فري تكنولوجي للمدرسه بتاعتك، هتاخد فري تكنولوجي للمدرسه بتاعتك، ان حضرتك هيتعمل لك نشر وشهره على السوشيال ميديا والقنوات الاخرى بتاعت مايكروسوفت، ان حضرتك هتبقى جوه الاستراتيجي والتكنولوجي اللي بتحطها مايكروسوفت، وتقدر تحط افكارك وتعرض افكارك على التيم اللي شغال في الاديوكيشن في مايكروسوفت، ان هيحصل لك عمليه تطوير في التنميه المهنيه، وتقدر تاخد شهادات تدل على التنميه المهنيه. برضو من الفوائد الكبيره قوي اتفضل. انا هرد على الاسئله كلها زي ما قلت لك، سيبني اول ساعه الا ربع يا استاذ صابر، هتكلم في الموضوع ككل، وبعد كده نرد على الاسئله، بس عشان انا مش معايا حد بيقرا اللي انتوا كاتبينه. انا شغال بجو ثرو الموضوع من غير ما اركز في اللي انتوا بتكتبوه، فانا مش عاوز بس يبقى في كتابه تشتتني عن اللي انا عاوز اقوله. اتفضل استاذ صابر، عاوز يسالني سؤال. اتفضل اتفضل. التمركز ده كده هيروح، نعم انا ما سمعناش. بس انا مش سامع حاجه استاذه هاله، معلش ثواني. انا ابتديت اسمع اهو، بس الصوت ده عالي. طيب عشان هو استاذ، بس استاذ مصطفى، استاذ صابر فاتح بس المايك عاوز يكلمنا. اتفضل استاذ صابر. طيب
حضرتك انا هنقل من مدرستي، هي سمارت سكول في الدقي تمام الالماني التجريبيه، تمام هنقل الشيخ زايد التجريبيه. فيهاش مشكلة خالص. المسابقة دي لكل انواع يعني لكل انواع، طالما مدرس بتدرس في مدرسة خاصة انترناشنال حكومة لا لا، تجريبي مدرسه اي حاجة تجريبي ينفع، ما ثانوي فيهاش مشكلة حكومي، خالص. ينفع ما فيهاش مشكلة خالص، عشان بس انا لسه التنفيذ ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. ما فيهاش مشكلة خالص. ينفع، ماشي يا فندم، واسف على المقاطعه، مش هقاطع تاني ان شاء لا الله. ولا يهمك، وانا ان شاء الله هرد على كل استفساراتكم ما تقلقوش. يعني انا ان شاء الله في مجموعه المحاضرات اللي بتبتدي من النهارده اول محاضره فيها هرد على كل انواع الاستفسارات اللي ممكن تخطر على بالكم، حتى ديبلي ان ديتيلز في الابليكيشن او في الليرنينج اكتيفيتي بتاعتي او النشاط التعليمي بتاعي ازاي ممكن نطورها وازاي اخليها تنافس عالميا. احنا مع بعض ان شاء الله كلنا هنساعد بعضنا ان شاء الله، وناخد ايدينا في ايدين بعض، وكل اللي يعرف فينا حاجه هيقولها. زي ما اتفقنا احنا عندنا ساعه الا ربع هنقول فيها سيشن، هنتكلم في حاجه جديده من غير مقاطعه، وبعدها ان شاء الله ساعه وربع هنسمع الاسئله سواء بالكتابه او بالصوت، هنعمل مداخلات ونقدر نسمع كل واحد فينا عنده ايه، وان شاء الله ربنا يقدرنا نجاوب له عليه في وقتها، او نرجع ونجيب له اجابه السؤال بتاعه لو مش عارفينها ان شاء الله. تمام، شكرا. ميرسي جدا ليك. نكمل مع بعض يا جماعه. احنا بس عشان اللي لسه داخل معانا حاضر، احنا الاجنده تاني بتاعتنا بسرعه جدا، اجنده الشغل بتاعتنا النهارده هنتكلم على المسابقه بتاعت مايكروسوفت العالميه، المنتدى العالمي اللي هيتعمل في برشلونه في شهر 3 اللي جاي، اللي هو اسمه مايكروسوفت انوفيتيف اديوكيتور اكسبرت. هنعمل اوفر فيو عنه، هنتكلم عن الابليكيشن نفسه، الاسئله اللي مطلوبه من كل واحد فينا يملاها ال 13 سؤال اللي موجودين بالعربي ان شاء الله، نتفرج عليهم وهم مكتوبين بالعربي، وهنتفرج على النموذج بتاع التقييم بتاع المحكم نفسه لما يجي يحكم الاجابات اللي انا كاتبها للاسئله دي هتتحكم ازاي. وكمان للناس اللي اول مره تشرفنا ومش عارفه مسابقه المعلم المبدع وما اشتغلتش على القالب قبل كده، هنتكلم عن القالب العربي والقالب الانجليزي اللي بنحط فيه النشاط التعليمي بتاعنا اللي احنا مجهزينه للمسابقه، وهنتكلم على الروبريك او اداه التقييم اللي بيتقيم بيها النشاط التعليمي ده سواء الروبريك بالعربي او بالانجليزي. وفي الاخر كده لو عندنا وقت ان شاء الله هنفتح في موضوع مهم جدا اسمه مهارات القرن 21، الست مهارات اللي اتفقوا عليهم عالميا في اللي احنا محتاج المعلم يبقى عارفهم عشان يكسبهم للطالب عنده. المهارات دي ان شاء الله ممكن النهارده ناخد مهاره او اتنين ونكمل ان شاء الله في المهارات دي في الايه في المحاضرات القادمه باذن الله حسب الوقت المتاح لينا. قلنا اوفر فيو، في عندنا في الاتاتشمنت، عندنا مجموعه اتاتشمنت اللي لسه برضو داخل معانا، يقدر في الاتاتشمنت الموجوده عنده ينزل كل الملفات الريسورسز، ولو معرفش ينزلهم من الاتاتشمنت احنا في الكوميونتي بتاعتنا على شبكه البيل داش نتورك، معظمنا طبعا وكلنا مشتركين في البيل داش نتورك، عندنا كوميونتي معروف اسمه مايكروسوفت بارتنر ليرنينج ايجيبت. في الكوميونتي ده حضرتك هتخش هتلاقي كل الملفات اللي انا حاططها في الاتاتشمنت في الميتنج ده موجوده في الكوميونتي، واول باول ان شاء الله هنرفع كل الريسورسز وكل الملفات، حتى البرزنتيشن اللي انا هشتغل منها دلوقتي دي موجوده بالفعل من الصبح على الكوميونتي بتاعنا على الشبكه مايكروسوفت بارتنر ليرنينج ايجيبت. اوكي حضراتكم هتخشوا عليه هتلاقوه هو موجود في التابه بتاعت الجنرال، وموجود بره من بره خالص في رابع واحد او خامس واحد. طبعا اختنا شيماء بسم الله ما شاء الله متفوقه علينا كلنا، طلعت بقت تقريبا في المركز الثالث او المركز الثاني على مستوى الكوميونيتيز في عدد الكومنتات. ده شكل البي دي اف اللي فيه الاعلان بتاع المسابقه وايه اللي هتعود عليك من المسابقه. احنا كده كده هنتكلم عنه تاني ان شاء الله بالتفصيل بالعربي دلوقتي، فنخش على طول الابليكيشن نفسه. هي ايه معلم مايكروسوفت الخبير؟ هستاذنكم بس اللي فاتح المايك عنده يعمل ميوت للمايك، اي حد موجود معانا فاتح المايك استاذنكم يعمل ميوت عشان بس الصوت ما يعملش صدى. شكرا لكل اللي عمل ميوت. تمام، فاضل الاستاذه نور سوفت وسناء برضو ممكن تعمل ميوت. تمام، هو ايه بقى ايه مسابقه معلمي مايكروسوفت الخبراء دول؟ هم ايه دول؟
هم من يعملون على تطوير التعليم. فبيقول لك معلم مايكروسوفت الخبير اللي هو شركاء في التعلم هو برنامج حصري هيبقى مدته سنة، يعني السنة دي الجلوبال فورم مش 3 ايام او 4 ايام وحضرتك تخلصهم يبقى الموضوع انتهى. لا، ده انت هتخش معاهم في برنامج لمدته سنة، هتحضر المنتدى في برشلونة 3 ايام او ال4 ايام وترجع تبتدي معاهم بروجرام مدته سنة. في تاسكات وحاجات مطلوبة من حضرتك لازم تعملها. هنحتفل طبعا خلاله بالمعلمين من حول العالم اللي بيستخدموا التكنولوجيا لتطوير التعليم. بيتكون هذا المجتمع العالمي الحصري من قادة ذوي الرؤية وغيرهم من المعلمين الذين يعطونا ايه عن كثب مع مايكروسوفت لقيادة الابتكار في مجال التعلم. انتوا عارفين طبعا ان الدنيا دلوقتي كلها رايحة في ناحية مهارات القرن 21، وازاي المعلم يقدر يكسب، يبقى عنده هو المهارات بتاعت القرن 21 ويبتدي يكسبها، يكسب المهارات دي للطلاب عنده عشان يقدروا يواكبوا الحياة اللي موجودة دلوقتي. وده شكل اللوجو اللي حضرتك بتحصل عليه لو خدت الاكسبرت اديكيتور، بيبقى عندك على الشبكة في البيل داش نتورك كده حضرتك واخد التايتل بتاع معلم مايكروسوفت الخبير. تعالوا نكمل كده. ايه اللي انا هاخده؟ الفوائد اللي هتعود عليا لو فازوا، هيمضوا عام من في البرنامج، وذلك ايه هيقدروا يتواصلوا لمجموعه من الموارد والادوات اللي بتساعدهم على تحقيق اهدافهم، وهتشمل الاتي: ان هو هيحضر المنتدى العالمي زي ما قلت لكم، هيقدر يحصل على احدث التقنيات الموجوده للتعليم، يقدر ياخدها من بدري بدري، هيقدر يتشاور ويتفاوض ويقول افكاره ويوصل افكاره مع قاده التعليم في العالم، هيبقى عنده فرصة للتأثير والنفوذ في بلده، ان هو يكون ليه رأي في عملية التنمية المهنية للمعلمين، هيكون عنده فرصة للتعاون مع معظم خبراء التعليم في العالم من بداية اللقاء ده. تمام؟ وهو بيبتدي يقول لك احنا محتاجين بقى نبتدي نعمل حاجة اسمها قصص إيجابية في التعليم. يعني معلمين، مين معلمي مايكروسوفت الخبراء دول، هم مين اللي بيطمحوا ليه؟ هو بيقول لك ان انت هتاخد كل ادوات التسويق والمنشورات الصحفيه عشان يبتدي يساعدك هو في وسائل الاعلام الاجتماعيه والمدونات، يعمل لك نشر كمعلم، يعني يبتدي يعمل لك هو الشغل ده. وبيقول لك معلمي مايكروسوفت الخبراء دول هيشتغلوا كفريق واحد عشان يشجعوا الافكار وتبادل المعلومات اللي هتلهمهم اساليب ومهارات تعلم ابداعيه، هيطرحوا رؤية بتسلط على المنتجات والأدوات الجديدة في فضاء التعلم واللي بتعزز مهارة المعرفة والفهم، هينقلوا المعرفة، يعني هيتشاركوا الخبرات القيمة في الدروس ويبتدوا يعملوا أفضل الممارسات مع بعضهم ومع صانعي السياسات في استخدام الإيه الفعال للتكنولوجيا في الإيه في التعليم. كمان من الحاجات اللي هيعملوها ان هم هيبقى ليهم دور في توعية وضرورة أهمية الآثار الإيجابية للتكنولوجيا على الطلاب في القرن 21، وهيعرضوا كمان منتجات مايكروسوفت وادواتها في الفصول الدراسيه من خلال المجتمع ومن خلال السوشيال ميديا. كمان هيكون ليهم دور كمستشارين لبرنامج شركاء مايكروسوفت في التعليم في الموضوع بتاع التطوير المهني للمعلمين، وكنت شرحتها قبل كده دي، قلت لكم ان شاء الله هيكون دور الاكسبرت اديكيتور ده في ان هو هيكون ليه حاجه في البير كوتشنج اللي هو اخر حاجه في الهرم اللي اليونسكو حاطه اللي هو بيسموه النولج كرييشن. هي دي بتيجي بالبير كوتشنج، ان حد من المعلمين المبدعين او المعلمين الخبراء بيكون ليه مجموعه هو بيرعاها وبيوصل لها وبينقل لها الافكار بتاعته دي. تمام؟ كمان هتكون ليه فرصه اللي هيبقى موجود في منتدى مايكروسوفت ان هو يمثل مايكروسوفت في الاحداث والمؤتمرات الكبيره، ويبتدي يبقى ليه دور ان هو يعمل سبيتش، يعني يتكلم ويقول ازاي التقنيه ساعدت الطلاب على تحسين الايه النتائج بتاعتهم. تمام؟ طب هو بيقول لك ايه اللي متوقعينه في الشخص بتاع مايكروسوفت الخبير ده؟ الشخصيه بتاعته شكلها هتبقى عامله ازاي؟ طب هو هيعرف شخصيتي منين؟ حد فيكم هيسالني السؤال ده، هو هيعرف شخصيتي منين؟ هيبان من كتاباتك في اجابات الابلكيشن. هو بيسالك اسئله اصلا قد ايه شكلها سهل، بس الاجابه عليها عاوزه حرفنه شديده. فبيقول لك هو لازم يكون متحمس ويكون عنده شخصية قوية، لازم يكون من الناس اللي هي قادة للابتكار، لازم يكون من الناس اللي هي سيلف موتيفيتيف او اللي هو بيسموها المدفوعين يعني ذاتيا كده وبيحفزوا غيرهم، بيتعاون مع الاخرين، دايما بيفكر خارج الصندوق وعنده روح الابتكار، دايما ملهمين، عندهم نشاط في استخدام ادوات التواصل الاجتماعي، عندهم الذكاء والقيادة.
دول اللي هم بيتوقعون. طب دول بيجوا ازاي؟ قال لك معلمي مايكروسوفت الخبراء هم المعلمين الذين يفضل ان يكونوا متحمس للتعليم والتعلم، الايمان والقدره على استخدام التكنولوجيا كجزء اساسي في بناء مهارات القرن 21، عنده مصداقيه في الفلوس في الفصول الدراسيه والمدرسه والمجتمع المحيط بيه، عنده حماس حول قيمه مايكروسوفت في التعليم والمنتجات والخدمات اللي بتقدمها، عنده المهنيه والاستعداد لتقاسم المعرفه مع الاخرين، بيقوم باشياء عظيمه في الفصول الدراسيه. هو حاليا بيدرس، يعني كان سؤال حد من الاساتذه دلوقتي، انا اتنقلت من مدرسه رايح مدرسه تانية، اه بس ستيل انت بتدرس، يعني حاليا مهنتك هي التدريس، طالما مهنتك يبقى انت ينطبق عليك الشروط. قام قبل كده باداره وتنظيم على الاقل 3 انشطه تنميه مهنيه لزمايله، تدريب على مدار 12 شهر اللي فاتوا. بيشارك طبعا، بيشارك بنشاط في شبكه شركاء مايكروسوفت في التعليم، وبيقول لك خاصه في الديسكشنز او المناقشات او المجتمعات اللي موجوده على الشبكه. طيب هو انا ازاي اشترك في المسابقه دي؟ قال لك عندك 5 خطوات تقدر بيهم تشترك في الايه، في الابليكيشن بتاع الاكسبرت ده. على فكره عندنا ميزه كبيره قوي، ان السنه دي التحكيم على مستوى العالم، فانا هعمل الابليكيشن بتاعي وهكتبه ومحدش هيبقى شايفه غيري، وبعد كده المحكمين هم اللي هيشوفوه. ممكن يكون حضرتك ليك نصيب وتكون موجود في المنتدى العالمي، محدش عارف. فاستاذنكم كلنا نجتهد ونساعد بعض جدا في ان احنا نوصل لاحسن شكل، لان ممكن يسافر عدد كبير جدا مننا في مصر يمثل مصر عالميا على مستوى العالم في المنتدى بتاع مايكروسوفت شركاء في التعليم. الخطوات سهلة جدا، ما فيهاش أي صعوبة. أول خطوة بيقول لك إن أنت لازم تكون مسجل على الشبكة، كلنا مسجلين على الشبكة. تاني خطوة بيقول لحضرتك حمل التعليمات بتاعت نموذج يعني الأبلكيشن بتاعك. التعليمات دي هتلاقوها موجودة عندكم متشيرة، اللي هو بيسميه أبلكيشن فايل بي دي اف، موجود عندنا في الاتاتشمنت، اسمه ابلكيشن انستراكشن. دي الخطوه الثانيه، بيقول لك حمل النموذج ده عشان تعرف الخطوات اللي هتمشي عليها. بعد كده لإظهار كيف تستخدم التكنولوجيا لتدعم بناء التعليم في القرن 21. دي انتوا هتشوفوها دلوقتي، وبعد كده المعايير اللي هيقيموا بيها الطلب والنشاط التعليمي بتاعك، وبعد كده حضرتك الخطوه 5 بتبتدي تملى الابلكيشن. تعالوا نبصوا على الابليكيشن كده، الابليكيشن بيتملى ازاي. احنا الخطوات اللي فاتت دي كلها عندنا كامله. بنبتدي نقول ايه؟ اول حاجه خالص انا بملى البروفايل بتاعي. كلنا عملنا بروفايل على الشبكه، بس كلنا عملنا البروفايل كبيزك بروفايل. يعني ايه كبيزك بروفايل؟ يعني جاست ملينا البيانات الاساسيه وسيبنا بقيه البيانات ما كملناهاش. لا، لو حضرتك هتشترك في الاكسبرت اديوكيتور، لو سمحت كمل بقيه البيانات، يعني كل البيانات كملها. اسمك واسمك والاسم الاخير والايميل ووظيفتك ايه ودورك ايه جوه الـ جوه الـ جوه الفصل اللي انت بتدرس فيه، والصوره الشخصيه بتاعتك، ومستحب جدا حضرتك تبقى حاطط صوره. تمام. بتشتغل مع انهي فئه عمريه؟ هنجاوب. لو عندك مدونه يا ريت تحطها، لو عندك تويتر يا ريت تحطه، لو عندك لينكن يا ريت تحطه. وهنا يا جماعه بنحط اللينك زي ما بيتفتح لي، يعني انا بفتح لينكن والاكونت بتاعي البروفايل بتاعي بلاقي فوق زي الفيسبوك كده بيديني الاكونت بتاعي كذا دوت كذا. يعني انا عندي فيسبوك سلاش عبيد دوت عبيد، فانا بحط الباص كامل، بحط الباص كامل مش مجرد الاسم، لان من خلال ده ينفع اي حد يتواصل معاك على الشبكه. فيا ريت نحط لو عندنا مدونه مهنيه نحطها، لو عندنا تويتر نحطه، لو عندنا لينكد نحطه، لو عندنا سكايب نحطه، لو عندنا فيسبوك نحطه. بيسالك كمان بعد كده ايه الاجهزه اللي انت بتشتغل عليها. بتشتغل على جهاز عادي، ويندوز فون، كمبيوتر، ايباد، اندرويد، ايفون، ايه نوع الاجهزه اللي انت بتشتغل عليها. احنا شايفين كويس يا جماعه؟ الدنيا ماشيه كويس ولا في مشاكل؟ ها، كله ماشي تمام. تمام، ربنا يبارك فيكم. تمام، نكمل. بيكمل معايا في الابليكيشن، بيبتدي يقول لي تعالى بقى دورك انت كمعلم بقى. الحته دي مهمه قوي. السؤال ده فيه سؤال اختياري، يعني في الحته دي في الابليكيشن في سؤال اختياري بيخيرك، بيقول لك الحقل ده اختياري، انصحكم كلكم يا ريت تجاوبوا عليه، لان هو مش اختياري ولا حاجه، لان احنا هنشوف بعد كده في الروبريك هو بيقيم على الاجابه بتاعت السؤال ده برضه.
هنا بيقول لك ايه، لو سمحت شاركنا بافكارك وحاجتك اللي انت بتطمح فيها. يعني بيقول لك مهمتنا جميعا اعداد الطالب الناجح، مش عارف ايه. هنلاقي هنا العربي، لو خدتوا بالكم العربي هنا مش ترجمه آلي، دي ترجمه بشريه. العربي بتاع الابليكيشن معمول ترجمه بشريه، بتتقرا وتتفهم كويس جدا جدا، فنقرا كل كلمه كويس ونشوف كل كلمه كويس في الحاله العربي، مفيش مشكله. هنفهم الموضوع ماشي ازاي. تعالوا نبص كده على السؤال. لا لسه سؤال ما جاش. بيقول لك هو احنا متوقعين منك ايه خلال العام ده. يعني احنا اتفقنا ان اللي هيفوز هيشترك في المنتدى العالمي وهيخش في بروجرام مدته سنه. طب في البروجرام اللي مدته سنه دي انا مستني من حضرتك ايه؟ ايه المطلوب منك عشان تبقى راجل اكسبرت؟ قال لك تدرب 150 معلم او معلمه على الاقل وجها لوجه، اللي هو التدريب الفيس تو فيس، او تؤدي تدريب 6 مرات في السنه مع المربين، في كل مره يبقى فيه 25 على المواد التدريسيه المتقدمه اللي ايه اللي ممكن تكيفها على احتياجاتهم هم. ان تعمل عرض تجريبي لشبكه شركاء مايكروسوفت في التعليم. وهنا برضو هنلاقي ان هو بيقول لك ايه، كل شهر يخش عن طريقك 15 في خلال السنه دي. دي خلي بالكم اللي انا بقوله ده، دي الالتزامات بتاعتنا لو بقيت اكسبرت اديوكيتور. هما متوقعين منك ايه خلال العام ده؟ هيكون زي ما قلت لك ليك 6 مشاركات، تعمل تدريب فيس تو فيس، تعمل عرض تدريبي، تتكلم على الوان نوت، الاوفيس 365، الاوتو كولاج، المواضيع دي كلها. وكمان زي ما قلت لك هتبقى ايه، هتستخدم وسائل الاجتماعيه والمجتمعات. هيبقى ليك ايه، ان تدعو 15 معلم شهريا للانضمام الى شبكه شركاء مايكروسوفت في التعليم. ده موضوع مهم جدا. احنا عندنا عارفين على الشبكه في البروفايل بتاعنا، في حاجه عندنا لو دخلت على البروفايل بتاعي على الشبكه، لو نزلت تحت خالص على ايدي اليمين هلاقي حاجه اسمها انفايت اذر تو جوين. انفايت اذر تو جوين دي دعوه اصدقائي ان هم يشاركوا على الشبكه. لو حد من زمايلك انت بعت له ميل وفتح الميل ده واشترك على الشبكه عن طريق الميل اللي حضرتك بعته له، هو بيتحسب لحضرتك، بيبقى اسمه ريفيرر لحضرتك، وبيتسجل وبنبقى شايفينه اصلا. ببقى عارف استاذه شيماء جابت حد كام تحتيها، عارف استاذه ابتسام كام حد تحتيها، عارف استاذه هناء كام حد تحتيها، وهكذا. فانت ان شاء الله لو كنت في البروجرام ده هيبقى مطلوب منك شهريا ان انت تدخل 15 واحد في الشهر يخشوا عن طريقك للشبكه. تمام؟ كمان هتقدر كمان يكون ليك صوت بقى في الفيسبوك وتويتر والشانلز بتاعت مايكروسوفت. هو ده السؤال اللي بقول لكم عليه. هو بيقول لك تحت كده لو بصيتوا تحت هنا هلاقيه كاتب ايه؟ هلاقيه كاتب هنا ايه؟ هذا الحقل اختياري. استاذنكم كلنا نجاوب عليه، لان زي ما قلت لكم في الروبريك هو جايب سيره الحته دي. فهو بيقول لك عاوزينك تشاركنا بافكارك واقتراحاتك او ما يشغل بالك. والنهارده انا مش هفسر كتير، يعني النهارده انا هعدي على الاسئله ومش هفسر كتير. ممكن بعد كده ان شاء الله في المحاضرات الجايه نجوس رو واحده واحده كل سؤال من دول، والمفترض يكون شكل اجاباتنا عامله ازاي. رغم ان لا مش هغششكم. تمام، تعالوا نخش بقى في الاسئله. اسئله الطلب، أول سؤال بيسألك فيه بيقول لك ما الذي يجعلك معلما مبدعا؟ اذكر لنا أمثلة من إبداعك كمعلم وكيف كانت مدعومة بالتكنولوجيا. ومعاك 1000 حرف تقدر تكتبه في الإجابة بتاعت السؤال ده. طبعا احنا لينا زمايلنا أصلا أوريدي خلصوا الأبلكيشن بتاعهم، ممكن برضو يفكروا. احنا هيبقى عندنا إمكانية إن اللي خلص الأبلكيشن وداس سبميت يقدر يعمل له ايديت في اي وقت ويعدل اجاباته بتاعت اي اسئله طول ما احنا لسه ما وصلناش ل 30 9. بعد 30 9 خلاص مش هنقدر نعدل في الابلكيشن بتاعتنا. تمام، ده اول سؤال. طب تاني سؤال بيقول لك وضح كيف اثر استعمال التكنولوجيا على نتائج تعلم طلابك في الخطوه الاخيره من هذا الطلب. يمكنك ارفاق ادله لدعم ذلك، فيديوهات وصور ودرجات وتقييم خارجي. يعني في السؤال الاخير خالص هيقول لك حط لي الليرنينج اكتيفيتي بتاعتك او النشاط التعليمي اللي انت مشارك بيه في المسابقه،
حطه. وكمان بيقول لك تقدر تحط صور زيادة وفيديوهات زيادة تدعم وتأكد الموضوع اللي انت منفذه، لو مش موجودة في القالب اللي انت حاطه وعاوز تزود الكلام ده تقدر تزود الكلام ده، مفيش مشكلة. استاذنكم لحظة. في مشكلة كده في الصوت ولا ماشي الحال؟ أنا بأكد تاني، في مشكلة كده في الصوت ولا ماشي الحال؟ أنا شغلت المروحة. تمام. طيب نخش على السؤال التالت كده، بيقول لك في السؤال ده كيف يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم بناء مهارات القرن 21 اللي هي المهارات الستة اللي احنا هنتكلم عنهم. هو قال لك هنا مهارة المعرفة، بناء المعرفة والتعاون والتعلم الممتد خارج الايه الفصول. المفروض دي حاجة انت بتحطها في المشروع بتاعك وتكون عارف اصلا ازاي استخدمت التكنولوجيا لدعم المهارات دي، ثلاث مهارات دول. بيقول لك برضو في السؤال الرابع، ايه هي تقنية مايكروسوفت المفضلة عندك وكيف تستخدمها في الفصول الدراسية؟ كل واحد فينا عنده سوفت وير معين لمايكروسوفت بيحبه وبيستخدمه كتير جدا في الفصل بتاعه، ويقول كده يحكي عنه بيستخدمه ازاي وحطه ايه هو البرنامج المفضل. وينفع على فكرة يبقى برنامجين ثلاثة مع بعض بيعملوا حاجة معينة، يعني زي السكاي درايف والوان نوت. واخدين بالكم الاثنين دول في التعاون مشكلة، انا معايا سكاي درايف وان نوت اقدر اعمل اي حاجة. تمام. تعالوا نبص على السؤال الخامس، بيقول لك بقى هنا دي في السؤال ده، السؤال ده مهم قوي، بيقول لك صف دورك كقدوة في مدرستك وازاي بتقوم بتعزيز اساليب التعلم المبتكرة والابداعية في مدرستك. يعني انت كراجل انوفيتيف جوه مدرستك دورك اخباره ايه؟ هل انت قائد في مدرستك كده بتليد التكنولوجيا وبتليد دمج التكنولوجيا في التعليم وليك حركه وليك قرار بتعمله، ولا ايه الاخبار؟ قول لنا هنا ايه دورك واشرح لنا شكله عامل ازاي. هنا في السؤال الخامس ده بيقول لك بقى قول لنا انجازاتك بقى، اللي واخد انتل تيتش واللي واخد ماستر موس واخدين بالكم كل الايه كل الحاجات اللي ليها صله بالايه بالتعليم، الجوائز والاستحقاقات اللي حضرتك ايه خدتها. ويا رب ما كنش في مشكله. السؤال السابع هنا بيقول لك لخص لنا كيف تستخدم ادوات التواصل الاجتماعي على المستوى الشخصي والمهني، وهل تستخدم هذه الادوات كجزء من انشطه الفصل التعليميه؟ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي احنا عارفينها، فيسبوك، تويتر، تيم سايب بتاع الاوفيس 365، اللينك، السكايب، كل الكلام ده، دي بيسموها وسائل تواصل اجتماعي. هل بتستخدمها على المستوى الشخصي والمهني؟ وهل دي ليها دور في النشاط بتاع الفصل بتاعك ولا لا؟ نكتب برضو الاجابه بتاعت الكلام ده. السؤال الثامن، استاذنكم بس اللي فاتح المايك يقفله بدل ما اقفل المايك كده على الناس كلها. طيب نكمل. السؤال الثامن هنا بيقول لك ايه اللي انت كنت بتأمل بتحقيقه لما انضميت لبرنامج معلم مايكروسوفت الخبير؟ يعني انت ايه طموحك في ان انت تبقى معلم مايكروسوفت الخبير؟ عاوز ليه تبقى معلم مايكروسوفت خبير؟ ليه تطمح في ان انت تكون مايكروسوفت خبير؟ نجاوب على السؤال ده برضو، سؤال مهم. الرجاء ان لا تتردد بمشاركتنا عن اي معلومات اضافيه. طبعا دي بقى نفسك وفصلك وصفات شخصيه، هي دي الحته اللي كنت بقول لكم بيدور على شخصيات فيها، فانت المفروض لما تجاوب في السؤال ده توضح قد ايه عندك قياده وعندك الابتكار وعندك 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 من هذا القبيل. السؤال العاشر وده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان هو ده تلخيص حاد جدا لمشروعك. انت عندك هنا 1000 حرف تكتب فيه للمحكم مشروعك ده بيعمل ايه وبيتكلم عن ايه وبيشتغلها ازاي. تمام. فوصف المشروع والنشاط التعليمي دي حاجه مهمه جدا، ودي بجد من الحاجات اللي خلي بالكم منها قوي. رقم 11 بيقول لك حط لي الفيديو اللي هو
من 2 لثلاث دقائق، وكل للناس القديمه عارفه الفيديو ده احنا بنعمله فيديو عن مشروعي، بكون بتكلم فيه انا كمدرس في حته صغيره ابان كده مثلا، انا بتكلم وابتدي احكي كل حاجه عن مشروعي في فيديو مدته 2 3 دقائق، بيتعامل بالموفي ميكر. ولو في اي مشاكل في التكنولوجيا ان شاء الله انا معاكم برضو، هنساعد اي حد محتاج اي حاجه في التكنولوجيا ان شاء الله، ما فيهاش مشكله خالص. تمام. ايوه سامعني كده؟ لا اسف كده مسموع. طب انا وقفت لحد فين؟ انتوا وصلتوا معايا لحد فين؟ انتوا وصلتوا معايا لحد فين؟ كان قاطع من امتى؟ ابدأ من 12 11. طيب نبدأ من 11. 11 هنا زي ما قلت لكم، كل واحد فينا هيشترك في الاكسبرت ايديوكيتور ان شاء الله. ده لازم يكون رافع درس، حاطه في قالب او حاطه في وان نوتايه او وات ايفر يعني، بس ملتزم بكل الشروط والمعايير اللي موجوده في القالب، بيرفعه على الشبكه. ماكسيمم عاوزين نرفع مشاريعنا للي لسه ما خلص قبل 15/9 عشان نلحق نوافق لكم عليها، تبقى ابروفد وتقدر تستخدمها في الحاله بتاعه 11 دي، في السؤال رقم 11. هنا بيقول لك، لا السؤال رقم 11 انا اسف، السؤال رقم 11 ده بيقول لك بتعمل فيديو 2 او 3 دقائق عن المشروع بتاعك، بتلخص في فيديو مدته 2 لـ3 دقائق فكره مشروعك بالكامل. مهم جدا ان حضرتك تظهر في الفيديو ده وتتكلم كلمتين عشان يبقوا شايفينك انت شخصيا. وبعد كده ابتدي اعرض بقى رحلاتكم، انشطتكم، اجتماعاتكم، محاضراتكم، كل التفاصيل اللي نفذتوها في النشاط التعليمي اللي حضراتكم نفذتوه. فده حضرتك بس جاست بتحط اللينك بتاع اليوتيوب بتاع الفيديو الدقيقتين او الـ3 دقائق اللي حضرتك جهزته للمشروع. سؤال 12 بيقول لك هنا ازاي المشروع بتاعك ده بقى اثر على نتائج تحصيل الطلاب، يعني انت شايف بعد ما نفذت المشروع بتاعك ده هل نتائج تحصيل الطلاب اتغيرت، اتحسنت، كان ليها معنى تاني، كان ليها قيمه تانيه. نكتب ده برضو، نكتب الاجابات. وبيقول لك برضو في سؤال رقم 13 وضح ازاي استطعت ان انت تنظم البيئه التعليميه اللي انت اشتغلت فيها عشان تحسن برضو نتائج ايه، نتائج الطلاب. اوكي. سؤال رقم 14 بيقول لك هنا بقى، ده اللي كنت بحكي فيه من شويه، اللي هو الدرس بتاع حضرتك لما بترفعه
على الليرنينج اكتيفيتي جوه الشبكه، بياخد بعد ما بياخد ابروفد بيبقى موجود. حضرتك هنا مجرد ما بتكتب اسم الدرس بتاعك، بدايات اسم الدرس زي ما انت مدخله على الشبكه، زي ما كنت حاطه في التايتل يعني بتاع المشروع، ودوست بحث هيطلعه لك على طول، هتختاره ويبقى انت كده حملت الايه المشروع بتاعك مع الابليكيشن. بيبتدي هنا في السؤال كده، خلاص خلصت دي اخر سؤال خالص في الـ، وده مش سؤال، ده بيقول لك لو حابب حضرتك تحط صور او ملفات فيديو زياده. خدوا بالكم من حته زياده، انا جوه النشاط التعليمي بتاعي حطيت كل اللي انا عاوز احطه، بس ممكن يكون عندي فيديو مش دقيقتين، ده فيديو 5 دقايق بيعرض قصة معينة أنا نفذتها في مشروعي أو حاجة معينة، ينفع أحط هنا فيديوهات وصور زيادة عن اللي موجودة جوه الإيه الدرس بتاعي. وكمان أقدر أحط ملفات وموارد داعمة، شهادات تقدير، حاجة خدناها بتاعت حاجة، نفذت المشروع ده مع حد، كل الموارد والحاجات الإضافية اللي بتدعم الابليكيشن والمشروع بتاعك تقدر برضو تحطها هنا، سواء لينك على النت او ملفات، ايا كان نوع الملفات دي تقدر ترفعها له هنا. وبكده حضرتك بتكون خلصت الطلب والنموذج بتاع الايه معلم مايكروسوفت الخبير، وزي ما حضراتكم شايفين كده بينتهي يوم 30/9/2013. اوكي، في روبريك زي ما قلت لكم، وده برضو بننزله من على الشبكه، لو دخلنا على البيل نتورك هنلاقي الروبريك ده موجود، بي دي افايه، البي دي افايه دي موجوده، بيقول لك هو بيبص على الفيوتشر بلانز بتاعتك، اخبارها ايه، خططك المستقبليه اخبارها ايه، من اجابات اسئلتك دي، ويبتدي يديك درجه من 1 لـ3، بيبص على الامباكت، التاثير بتاعك في استخدام التكنولوجي مع التربوي مع الطلاب بتوعك، بيديك تقييم على موضوع الانوفيشن عندك، بيديك تقييم على موضوع استخدام التكنولوجي جوه الماده التعليميه او جوه الماده التربويه بتاعتك. الابلكيشن نفسه برضو بيديك حاجه على الليدر شيب، على القياده، بيديك حاجه برضو على مايكروسوفت برودكت والتولز بتاعتها واستخداماتها، بيديك حاجه برضو على الاتشيفمنت، النجاحات او الانجازات اللي حضرتك حققتها او الشهادات اللي قدرت تاخده عليها، بيديك حاجه برضو على السوشيال ميديا واخبار السوشيال ميديا واستخدامك ليها اخباره ايه، وبيديك برضو 1 من 3 على هو انت ليه عاوز تبقى اكسبرت اديوكيتور. السؤال فاكرين في سؤال كده كان هو بيقول لك ليه انت عاوز تبقى معلم مايكروسوفت الخبير، برضو بيديك عليه غير دي درجات من 1 لـ3، وبيرجع هنا يديني درجات على الروبريك بتاع النشاط التعليمي، وده ليه روبريك تاني احنا هنبص عليه ان شاء الله مع بعض، في منه نسخه بالعربي في منه نسخه بالانجليزي للنشاط التعليمي نفسه بقى مش للابلكيشن. ونبقى احنا كده خلصنا الروبريك بتاع الابلكيشن وعليه الدرجه بتاعت الايه النشاط التعليمي. انا ممكن اوقف 5 دقائق، اخد انا بريك 5 دقائق واسمع اسئلتكم في اللي فات، اللي عنده سؤال ممكن يكتب، واللي عاوز ياخد المايك يقول بس يكتب برضو ان هو عاوز المايك وهقول له اتفضل. محدش عنده سؤال؟ الدنيا ماشية كويس؟ ينفع اخصائي المكتبه يا استاذه صفاء؟ طبعا، الو، ما هو معلم برضو. مستر انا عندي سؤال بعد اذنك. طبعا ممكن يعمل مشروع ويشترك بيه، ينفع طبعا. يلا توكلي على الله يا استاذه صفاء وانا معاكي هساعدك ان شاء الله. ينفع المشروع يبقى بالعربي او بالانجليزي، مش هيفرق في التقييم كتير يا احمد يا سليمان، بس انا انصحك اكتب الابليكيشن لو انت عاوز تكتب الاجابات بالعربي، بس خلي حد يترجمها لك بالانجليزي، لان الترجمه الالي من عربي لانجليزي هتبقى سيئه، فممكن المحكم ما يعرفش يقراها كويس ويفهم المعنى. فلك الابليكيشن بالذات لو سمحت خلي حد يترجمه لك بعد ما تكون كتبت كل افكارك بالعربي اللي انت نفسك تقولها، وحد بس يترجمه لك. دعاء معانا، ايه يا دعاء؟ عندي سؤال يا استاذه شيماء، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، معلش انا بحاول اعدل على البروفايل استاذ احمد بتاعي عبد اللي على الغني عنده سؤال، اتفضل. مستر عبيد. حضرتك سامعني؟ الو، نهاية المشروع مش 30/9، انا بقول لكم عاوزين نبقى نحط احنا ديدلاين لنفسنا 15/9 عشان نلحق ناخد الابروف ده عليه يا استاذة ايمان. احنا عاوزين قبل 30/9 نكون ضاغطين سبميت على الابليكيشن بتاعنا ان شاء الله، يعني بالكتير يوم 20/9 نكون كلنا مخلصين ان شاء الله. شيماء تقدري تبعتي في تحت خالص في الشبكه في حاجه اسمها كونتاكت اس، كونتاكت اس تدي له اسمك واللينك بتاع البروفايل بتاعك وبرنت سكرين من المشكله اللي عندك والبلد، يعني اسمك والبلد واللينك بتاع البروفايل بتاعك يا شيماء وبرنت سكرين للمشكله وبعتيها لتحت، هتلاقي حاجه اسمها كونتاكت اس، هيطلع لك كونتاكت اس ميل اسمه كونتاكت اس ات مايكروسوفت دوت كوم، خديه كوبي الميل ده وافتحي الميل بتاعك الشخصي واكتبي له رساله فيها اتاتش البرنت سكرين اللي فيها المشكله وابعتها له، هو هيحل لك المشكله دي ان شاء الله يا شماعه. المشاريع اللي اترفعت فعلا خلاص زي الفل، لو عندك تعديل فيها عدله واعمل سبميت، ما عندكش تعديل فيها خلاص تمام زي الفل، دي اللي هتستخدمها في الابليكيشن يا استاذ علاء. تمام هيرد يا شيماء ما تلاقيش، بس الضغط اليومين دول زيادة هيرد. أنهي مشاريع اللي اتقدمت السنة اللي فاتت؟ المشاريع اللي لسه متقدمة السنة دي اللي لسه نتيجة المسابقة المحلية بتاعتها ما طلعتش، دي اللي تقصديها ولا حاجة تانية يا أستاذة صفاء؟ أنا مش عارف. بالنسبة للمسابقة المحلية إن شاء الله نتيجتها قريب، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون قبل الدراسة إن شاء الله. بس ده برضو ملوش علاقة خالص بالمسابقة دي، بالمسابقة العالمية، يعني المسابقة المحلية ملهاش علاقة، كلنا فرصنا متساوية 100% في المسابقة دي. بغض النظر أنا كنت مشترك في المحلي أو مش مشترك، عملت أو ما عملتش، دي مهمة جدا لازم نبقى كلنا عارفينها. انا فاكر فاكرك يا ممكن نشترك بيها يا استاذه صفاء، انت قدمتيها في المسابقه المحليه وما كانش ليها نصيب، حاولي تعرفي كان ايه يعني ايه المشاكل، وده احنا هنشرحه مع بعض في الليرنينج اكتيفيتي ان شاء الله ازاي الدرس يبقى درس جامد. ينفع طبعا ترفعيها صفاء زي ما هو، بس طبعا انا هعلمك ازاي تعدلي فيه شويه حاجات كتير عشان يبقى افضل واحسن. تقدر تعمل بالحذف او الاضافه في الليرنينج اكتيفيتي بتاعتك وتدوس سبميت تاني. ماله بخصوص البلوج يا دعاء؟ خلوني بس انا عشان مش عارف. التعديل متاح، التعديل متاح يا علاء زي ما اتفقنا. استاذ عبيد هل نضع افكار والتطبيقات في المدارس؟ ايوه طبعا طبعا، اللي منها رسام الهندسي انا فاكرها يا استاذه صفاء، زي ما قلت لك عايزين نعدل الدرس بتاعنا شويه عشان يليق يعني يبقى حاجه عالميه ان شاء الله. مطلوب موقع او بلوج؟ مش شرط، مش شرط يا استاذه ايمان، لو انت استخدمتي موقع او بلوج بالفعل خلاص، ما استخدمتيش لا، احنا عاوزين اللي حصل بالفعل، عاوزين اللي انت نفذتيه بالفعل في مشروعك. موعد اخر، موعد للتعديل في المشاريع برضه 30/9، يعني احنا معانا لغايه 30/9، بس انا ما انصحش التعديل في المشاريع لغايه 30/9، فاحنا خلينا مع بعض كده ضمنيا نقول 15/9 او 20/9 كحد اقصى ان شاء الله، لكن هي متاحه لغايه 30/9 ان شاء الله. طبعا ممكن نرفع المشروع هو ويا صفاء علمي. طيب حد عنده سؤال تاني؟ ايوه طبعا استاذه ايناس، المشروع اللي اتقدم السنه اللي فاتت طبعا هو هواه وتقدري تشتركي بيه، مفيش مشكله خالص، ما عندكيش ادنى مشكله. استاذه استاذه مين؟ ثواني بس يا جماعه، انتوا اسئلتكم انا مش عارف يعني.
يا استاذه ايناس، خلاص انا رديت على حضرتك. طبعا ينفع. بالنسبه لمهاره التعاون، ما لا يا استاذه سناء، وانا لسه هكمل لو عطتوني فرصه. استاذه دعاء، مطلوب في ايميل مرسل من مايكروسوفت ان افتح بلوج. لا يا دعاء، حاب اقول لك انت قصتها ايه، لان في مجموعه هنا معانا تيتشر بيل، تيتشر بيل ترينر، بيل ترينر او تيتشر ترينر، خدوا التايتل ده على الشبكه، فدي حاجه ليها علاقه بالبلوج، فهبقول لك عليها يا دعاء دي، يعني مع المجموعه بتاعت الايه، التيتشر ترينر، اللي ان شاء الله المجموعه اللي موجوده معانا دلوقتي ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله نقول لهم ازاي ممكن برضو يحصلوا على التايتل ده، وازاي يقدروا يشتغلوا على القصه دي باذن الله، هنقولها برضو يا دعاء. المشاريع اللي اتقدمت ونزلت على الشبكه ينفع تعدلها يا علاء، وينفع ترفع باسم جديد وبتفاصيل جديدة، مفيش مشكلة. من أسهل ما يمكن يا أستاذة، سناء، تثبتيها إزاي؟ أنت لو عاملة تعاون، عاملة تعاون باللينك، عاملة تعاون بالسكاي درايف، عاملة تعاون بالسكايب، عاملة تعاون بالوان نوت، عاملة تعاون والولاد شغالين في مجموعات، الكلام ده بالفيديوهات وبالصور وبالمنتج اللي بيطلع اصلا. خلونا نتكلم على قدام شويه يا سناء، احنا هنتكلم كده كده عن كل مهاره من المهارات دي، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. ايوه كده. كده تمام، نكمل. لو في أسئلة تاني اوكي هشوفها، لو عايزين نكمل ندوس واحد بعد إذنكم. تمام. طيب نكمل. ويا ريت المجموعه بتاعتنا القديمه، لو في حد كاتب اي اسئله وانا بتكلم وبشرح في القالب، يا ريت يساعد معانا بان هو يرد عليه بالكتابه ان شاء الله في بالخصوص ده. انا عارف ان معانا مجموعه عظيمه اصلا من معلمينا المبدعين، استاذه هناء واستاذه شيماء واستاذه ابتسام واستاذه دعاء واستاذه ومنى مراد طبعا، وسيد سابق، استاذ ايهاب السلماوي، معانا مجموعه كبيره جدا من معلمينا المبدعين. استاذ محمود ممكن شويه كده وتلاقوه موجود معانا ان شاء الله، هو بس صوته منبوح شويه فهو مش قادر يدخل، عشان صوته هيبقى فيه مشكله. طيب نتكلم في القالب. القالب باختصار شديد يا جماعة هو مجرد وعاء أو مكان بحط فيه كل الأدلة اللي بتقول إن أنا نفذت نشاط تعليمي في مهارات القرن 21 متطبقة بشكلها القوي وبصورتها الكاملة. فهو مجرد إيه؟ مجرد قالب بس، أنا جاست مكان زي دوسيه كده أنا بحط فيه الإيه؟ الحاجات بتاعتي. أول واحدة هي عبارة عن سلايد انترودكشن، تاني واحدة بيقول لي اسم المشروع بتاعي ايه زي ما حضراتكم شايفين كده. خلونا ناخد القلم. اوكي الحتة دي. اسف. بيكلمني في اسم المشروع، اسم المعلم او المعلمين اشتركوا في المشروع، بنكتبهم هنا، وممكن نحط السي في ملف وورد اتاتش انسيرت اوبجكت، وهنتكلم عنها ازاي نعمل انسيرت اوبجكت لملف وورد او ملف باوربوينت او بي دي اف او فيديو او وات ايفر للمعلمين اللي اشتغلوا. المدرسه بنحط اسم المدرسه وبنوصف المدرسه وصف موجز، ولو عندنا موقع للمدرسه بنحطه.
بنتكلم المشروع بتاعي ده بيشتغل على انهي مواد دراسيه، بيشتغل على رياضه، جغرافيا، علوم، بيئه، وات ايفر الدنيا ايه، انهي مستوى عمري، الجريد كام يعني، او من انهي فئه عمريه، من سنه من سنه من سن من سن كام لسن كام، اهداف المشروع. وهنا دي من الحاجات المهمه جدا 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 جدا، بتوقع ناس كتير جدا منكم، و لسبب اي مشروع من المشاريع اللي بتتقدم للمسابقه اول حاجه بتتقرا وبتتقرا بعنايه شديده جدا هي اهداف المشروع، لان انتوا كتربويين عارفين كويس قوي ان اهداف المشروع هي اللي بتقول حضرتك عملت ايه او بتعمل ايه اصلا، او مشروعك ده هيوصل لنتائج شكلها عامله ازاي. وطبعا حضرتكم عارفين الهدف العام والهدف الخاص والاهداف الاجرائيه والتفاصيل دي كلها. فهنا هتلخص حضرتك في نقط مركزه موجزه الاهداف الرئيسيه، وممكن حضرتك تحط ملف وورد فيه الاهداف بتاعتك كامله بقى، الاهداف العامه والاهداف الخاصه والاهداف الاجرائيه، تقدر وخلفيه والخلفيه والكلام ده كله تقدر تحطها في الايه، في ملف وتسيبه له هنا. طبعا مش هفكر حضراتكم ان لازم الهدف يكون سمارت، وسمارت دي مش مقصود بيها ان هو يكون ذكي، انا بتكلم على صياغة الهدف لازم. لا طبعا كلمة سمارت دي خصال للحروف بتاعتها اللي هي اس، اللي هي بيسميها ايه، سبيسيفيك، ام ميجرابل، سبيسيفيك محدد، ميجرابل متقاس، ايه اتشيفابل يعني هيتحقق، ار اللي هي ريابيليتي اللي هو لازم يكون حاجه حقيقيه حاجه واقعيه، التي اللي هي تايمد او محدد بتايم او معمول له باوند في تايم، يعني معمول له او بدايه ونهايه هينتهي في امتى. فدي كلمه، ده المقصود بكلمه سمارت، مش مقصود بيها ذكي، مقصود بيها الحروف الاولانيه بتاعت كل واحده من دول. فهو في الصياغه طبعا حضراتكم عارفين بالعربي لازم يكون فعل مضارع مش عارف ايه، وخلي بالكم بجد بتتقرا الاهداف دي بشكل قوي جدا وبيبان فيها. يعني انا ما بحبش خالص اللي بيكتب لي هدف وتنميه مهارات القرن ال21 لدى الطلاب، هدف من اهداف المشروع. طب حضرتك انهي مهاره وحضرتك نميتها ازاي؟ لازم الحاجه اللي تكتبها تبقى عارف ان انت هتعرف تقيسها وتعرف تشوف النتيجه بتاعتها طلعت ازاي. اوكي، فدي اول واحده اهداف الايه، اهداف المشروع. تعال نبص هنا، بيقول لك لو سمحت بقى اكتب لي وصف المشروع. لو بصيته هنا في الجنب هنا هنلاقي عندنا ايه، ان الدنيا هنا هو دايما بيلخص لي اللي انا عاوز احطه في الحته، بيحكي لي يقول لك وصف موجز للمشروع والخلفيه، ما هي الاهداف المعلنه ونتائج التعلم، هل صممت انشطه التعلم لمده طويله، هل تشجع الطلاب على تخطيط اعمالهم وتقييمها، الرجاء اضافه ملفات ومعلومات، الخلفيه اذا لزم الامر. وبيقول لك في القالب ده لو بصيت تحت في الملاحظات هيقول لك ازاي تحط انسيرت اوبجكت، هتخش على ايه وتعمل ايه وتمشي خطوه خطوه ايه ازاي معاه، تمام، اللي هي انسيرت ملفات. ولو حضراتكم عاوزين اقول لكم ازاي بتتعمل نقولها مفيش مشكله خالص. السؤال اللي بعد كده بيسالك على بيئه التعلم، ازاي حضرتك صممت بيئه التعلم، امثله لتخطيط المشروع، مثال الاساليب التربويه والتدريسيه وروابط الموارد المستخدمه، الرجاء تسليط الضوء على الابداع والممارسات التعليميه المبتكره، توضيح التخطيط للتعليم إلى أي مدى يسهل تنمية الأبعاد المختلفة لمهارات القرن ال21 مثل بناء المعرفة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسلوب حل المشكلات والابتكار والتنظيم الذاتي والتعاون والتواصل بكفاءة، اللي هم الست مهارات اللي احنا إن شاء الله هنتكلم عنهم لاحقا. فبيقول لك إزاي صممت بيئة التعلم بتاعتك، اكتب وحط كل الملفات اللي أنت عاوز تحطها. أدلة التعلم، وده برضو من الحاجات المهمة، ده القالب دي الشريحة رقم 4 فيه. أدلة التعلم دي اللي بتوضح فيها مخرجات الطالب بقى، الطالب ده نفسه عمل مشاريع، عمله باوربوينت برزنتيشن، عمله فيديوز، عمله مسرحية، عمله الحاجات اللي الولاد عملوها، تحط أمثلة المخرجات اللي الطلاب أنشأوها، بتتكلم على واستخدموا فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إيه هي أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اللي انت استخدمتها في المشروع وازاي استخدمتها، والى اي مدى اي طالب نفسه بيستخدم تكنولوجيا معلومات واتصالات في بناء المعرفه والتعاون والتعلم الممتد خارج بيئه الفصول الدراسيه، وهل استخدم تكنولوجيا معلومات واتصالات. خلي بالكم في الحته دي بالذات بيبان قوي المعلم اخباره ايه في التكنولوجيا، يعني عامل في مشروع تكنولوجيا شكلها عامل ازاي، اخبار التكنولوجيا ايه، هل وظف وربط حاجتين ثلاثة أربعة خمسة ببعض وطلع منهم نتائج القصة شكلها أو ماشية في الشكل ده. أوكي، تعالوا نبص بعد كده. بيقول لك هنا بقى المهارة من المهارات بتاعت القرن 21 اللي هي مهارة بناء المعرفة والتفكير الناقد. بيقول لك حط بقى أمثلة على كيف إن النشاط المشروع بتاعك ده بيشجع الطلاب على تجنب إيه؟ النسخ. لا ده بيفسر ويحلل ويتساءل ويوائم ويقيم، كل ده بناء معرفة، ما بياخدش المعلومة كده زي ما هي، لا ده بيفكر فيها ويحللها ويفسرها ويبتدي يعمل لنفسه كمان تقييم. بيقول لك برضو هنا في الحتة دي برضو بيتكلم على التعلم الممتد خارج الفصول، هو انت ازاي مشروعك ده لما نفذته، هل كنت بتنفذه كله جوه الفصل، ولا حضرتك لا عملت تعلم ممتد خارج الفصول، والولاد كانت بتشتغل من البيت وكنتوا بتتقابلوا وبتعملوا اجتماعات وبتخططوا، والناس كان في ون نوت مفتوح وكانت في ناس بتحط وبتشيل وحاجات من هذا القبيل. دي برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بتوضح فيها التعلم الممتد. المهارة اللي بعد كده، ودي مهارة مهمة جدا وبيتحط عليها درجة مهمة وهنشوفها حتى تحت في التحكيم، مهارة التعاون. وهنا بقى بنقول برضو ازاي كانت أستاذة سناء بتسأل، هو احنا ازاي بنحط ونعبر عن مهارة التعاون. هو بيقول لك حطي عن كيفية عمل الطلاب مع أشخاص آخرون، إزاي تقسموا المسؤولية، إزاي أخدوا القرارات الموضوعية، إزاي طوروا منتج مشترك أو صمموا حاجة أو جاوبوا على سؤال معقد. قد يتعاون الطلاب مع أقرانهم في الفصول الدراسية أو مع كمان طلاب أو كبار خارج الفصول الدراسية، هل ده اتحقق ولا لا؟ هل خدوا قرارات مصيرية؟ هل طلعوا منتج؟ الحتة بتاع التعاون دي وبرضه هتبان تحت معانا إن شاء الله في الجزء بتاع المهارات الستة بتاعة القرن 21. الحتة اللي بعد كده أو التوبيك اللي بعد كده اللي هو بنسميه الكاتنج ايدج أوف يوزنج تكنولوجي فور ليرنينج، اللي هو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة. ازاي انت بقى في المشروع بتاعك او النشاط التعليمي بتاعك قدرت تستخدم التكنولوجيا الحديثه ودمجتها ازاي، ونميت بقى بالتكنولوجيا الحديثه ازاي مهاره بناء المعرفه والتعاون والاتصال والتعلم الممتد خارج الفصول، وهكذا كان دورها عامل ازاي التكنولوجيا في التغيير ده. السؤال ده مهم جدا، وده زاد في المؤتمر اللي فات من اول 2012. بيقول لك انت كمعلم مبدع وعنصر فعال في التغيير، كان دورك ايه في المدرسة بتاعتك، وكان دورك ايه في المجتمع بتاعك، عملت ايه، وهل قدرت يبقى ليك دور اساسي في التغيير الطرق المعتادة اللي شغالين بيها المعلمين، وعملت في حاجة كده. برضو هنا بنكتب ونقول الادلة اللي بتوضح ده. نفس الكلام ده للناس اللي هتشتغل المشروع بتاعها بالانجليزي، هو نفس القالب، بنحط فيه نفس الديتيلز، مشروع بالانجليزي ايه المطلوب في كل حاجه بالديتيلز بتاعتها وهكذا. ده كده القالب العربي والقالب الانجليزي. انا هستوب واستنى اسئلتكم قبل ما نخش في الروبريك اللي بيتقيم بيه النشاط بتاعك، يعني كل الناس اللي منتظره نتيجه المسابقه لازم تبقى مفكره في الروبريك ده بالشكل ده على الدرس بتاعها، حتى لو مش منتظرة المفروض تطبق الروبريك ده او اداة التقييم دي على الدرس اللي هي عاملاه، بحيث ان هي تبقى عارفة اصلا هو هياخد سكور من كام، هيبقى عامل شكله ازاي. فهستأذنكم اللي عنده سؤال ممكن يتفضل. الصوت يا استاذ علي ماله؟ في مشكلة في الصوت؟ لا، الشريحة الأولى هتفضل كما هي يا أستاذ أحمد، ممكن تعمل فيها تحط فيها صورة، تعمل فيها حركات، أنت حر يعني، هي كده كده انترودكشن يعني.
تمام، الناس اللي بتطمني على الصوت، الصوت تمام. تمام، طيب حد عنده أسئلة قبل ما نكمل؟ الصوت موجود، الصورة لأ، الصورة مش باينة يا جماعة. حاضر يا صفاء، بس انا مش هكلم كل واحد في مشروعه غير في سؤال محدد ان شاء الله، بس يعني كل واحد لينا ليه سؤالين محددين في مشروعه، مش المشروع بالكامل يعني، لان يعني احنا اكيد ما عندناش وقت نبص على كل المشاريع في الفترة اللي جاية دي. الروبريك يا امان موجود على الشبكة في الاكسبرت اديكيتور، عند الفورمه بتاعت الاكسبرت انديكيتور، وموجود على الكوميونتي بتاعنا او الديسكشنز بتاعتنا اللي هي اسمها مايكروسوفت بارتنر ليرنينج ايجيبت، اللي موجوده على الديسكشنز اللي موجوده على الشبكه. انا اسف، هتلاقي الروبريك العربي وهتلاقي الروبريك الانجليزي. مش فاهم سؤالك يا استاذ صابر. لازم الناس تظبط الفيديو عندها، اكيد لازم الناس كل واحد يظبط الفيديو بتاعه، الفيديو دقيقتين او تلاقي الفيديو دقيقتين، ده لازم كل واحد يشرح في الفيديو ده مشروعه في دقيقتين وقد ايه مهم، لان هو ده بيبقى العنوان بتاعك قدام المحكم قبل من غير ما يشوفك. فيرست امبريشن لاست امبريشن، خلي بالكم. تمام، استنوا، ده فيه أسئلة كتير. أستاذة هناء بتجاوب على صفاء، تمام. درجة النجاح من كام؟ ما جمعتش والله يا دعاء، بس أنت ممكن تجمعي في التلاتات كلها بتاعت الأبليكيشن، وأنت هتشوفي الروبريك بتاع الأكتيفيتي دلوقتي، في درجات من 15 وفي من 16 وفي من 12، تجميعتها شكلها هيبقى عامل ازاي، لكن انا ما جمعتش فانا مش عارف من كام. تمام يا استاذ احمد، تمام. مش مربوط خالص باعداد يا استاذ احمد، بهدف كام، قد ايه هدف عام وقد ايه هدف خاص، المهم تكون محقق كل الاهداف اللي انت كتبتها. فهي الشطاره مش بكتر الاهداف قد ما ممكن اكون حاطط هدف او هدفين او ثلاثه ومحققهم ومطلع بيهم نتائج 10 على 10، افضل مليون مره من ان انا اكون حاطط 10 اهداف وما عرفتش احقق منهم غير ثلاثه او اربعه. مهندس لا يا احمد، مهم يا احمد الفيديو بتاعك يكون في حتة انت فيها بتتكلم وباين فيها صورتك وباين فيها شكلك، اختار انت البوزيشن واختار الكلمة اللي هتقولها في ربع ثانية في نص ثانية، ويبتدي المشروع بتاعك يكمل. مش شرط ان انت تكون موجود فيه، بس ممكن تعمل نيريشن او كلام والمشروع شغال، او يبقى فيه مزيكا او وات ايفر، يعني كل واحد بيعمل الفيديو. احنا المرة اللي فاتت واسألوا زمايلكم المبدعين، احنا ما تدخلناش في ابداع اي معلم في الفيديو بتاعه، جاست ان احنا كنا بنقول رأينا بعد ما بيخلص الفيديو حلو ولا لا مش حلو، يعني واخدين بالكم. لكن كل معلم عمل القصة والخطة حسب ما هو شايفها، فانت وشطارتك بقى. تمام، استاذ مصطفى الجبري باقي في الدخول ونجاحه على الموقع العالمي اخر، خطوة مع إنجازي لكل الخطوات، ومش فاهم السبب ولسه ما عرفتش حتى الآن. بص يا أستاذ مصطفى، حضرتك تقدر لو عندك مشكلة في الأبليكيشن زي ما قلت لك، تعمل برينت سكرين للمشكلة وتكتب في إيميل، هتلاقي ينزل تحت في الشبكة، هتلاقي حاجة اسمها كونتاكت أس. الكونتاكت اس دي هتلاقي عبارة عن ميل، خده كوبي معاك وافتح ميل في الميلات بتاعتك العادية،
وحط فيها في التو الميل ده، واكتب في الرساله البرنت، حط البرنت سكرين اللي انت صورته للمشكله، واكتب في الرساله اسمك واللينك بتاع البروفايل بتاعك والبلد بتاعتك والمشكله كده باختصار شديد، وهو ان شاء الله هيرد عليك ويحل لك المشكله دي. وخليني برضو متابع معاك المشكله اتحلت ولا لا، او تقدر تتواصل معايا لغايه لما نحلها باذن الله. ادوني ثواني اكمل بس قرايه. عبد تمام. الكريم هاشم بيسأل بالنسبة للأهداف، ممكن أستخدم نواتج التعلم في الصياغة بدل من الأهداف؟ لا لا، وأنا أنا مش تربوي. يا أستاذ عبد الكريم، بس الأساتذة الموجودين تربويين موجودين معانا يردوا عليك في الحتة دي. الهدف هدف، لازم تحط أهداف ملهاش علاقة خالص بنواتج التعلم. فكر إزاي تصيغ هدف يطلع نواتج التعلم اللي أنت طلعتها دي. تمام. البحيرة منورة فعلا، ربنا يبارك فيكم. البحيرة، أهل البحيرة موجودين كتير. لسه باقي وقت للرفع زي ما اتفقنا، احنا معانا لغاية 30/9 إن شاء الله. طيب، في حد عنده سؤال تاني؟ كده كده كله تمام. نبتدي نخش على الروبريك. أنا آسف، الصوت راح كده، الصوت جه. تمام. طيب تمام، هقول تاني الحتة اللي أنا قلتها والصوت مقطوع. النموذج اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، النموذج التحكيمي اللي بيحكم لك بيه الحد التربوي لما بيحكم شغلك تربويا، اللي هو زي الناس اللي اشتركت السنة اللي فاتت في المسابقة أو السنة دي وراحوا ناقشوا قدام مستشاري المواد في التربية والتعليم. مستشار المواد في التربية والتعليم قبل ما بيحكم المشروع بتاع حضرتك بيبقى عنده النموذج ده، وبيبقى عارف هو هيحكمك ازاي، هو هيحكم كل حاجة، كل حتة انت حاططها في الشريحة هيحكمها لك ازاي. فبيبقى عنده نموذج زي ده، بيكتب فيه رقم المشروع، عنوان المحافظة، اسم المعلم، اسم الحكم، الفئة. والفئة دي قدام شوية هفهمكم ايه قصة الفئات دي، لان المشاريع نفسها في الجلوبال فورم بتتقسم فئات على حسب مهارات القرن 21: فئة التعاون، فئة بناء المعرفة، فئة حل المشكلات، وهكذا يعني. تمام. معايير التقييم زي ما حضراتكم شايفين، اول حاجة التخطيط وتصميم بيئة التعلم، اول حاجة بيبتدي يقيمك عليها. عنده روبريك بادي من كام؟ من اول واحد لغاية 12، هتاخد درجة من 12. دين بالكم متقسمة فوق 39 ل 20، 59 ل 40، وهكذا لغاية فوق لغاية 12. هو بيسأل نفسه سؤال: كيف تم تخطيط المشروع؟ ما هي الأهداف المذكورة ونواتج التعلم؟ هل الطلاب خططوا وقيموا وراجعوا أعمالهم بأنفسهم؟ إلى أي مدى مكنهم تخطيط الدرس من تنمية مختلف أبعاد مهارات القرن 21، مثل بناء المعرفة، استخدام التكنولوجيا في التعليم، حل المشكلات، الإبداع، التنظيم الذاتي أو السيلف ريجوليشن، التعاون، مهارات الاتصال. وزي ما قلت لكم، هم دول الست مهارات اللي احنا هنتكلم فيهم، أو ست مهارات اللي اتفقوا عالميا عليهم، هم دول مهارات القرن 21 اللي يهمنا ان انتوا تنموهم في اولادنا الطلب. تمام. فهو بيسأل نفسه السؤال ده: انت لما خططت مشروعك هل الحاجات دي موجودة عشان يديك درجة من دول؟ ونظرة عامة بيبتدي يبص على ايه؟
أمثلة للتخطيط، مثل للمساعي أو الإنجازات التربوية، وصلات للمصادر تم استخدامها، عرض الإبداع والابتكار في الممارسات التدريسية، الأنشطة التعليمية وفرت الفرص للطلاب لاكتساب مهارات التنظيم الذاتي والتهيئة الذاتية. كل الكلام ده بيبص عليه فين؟ في التخطيط وتصميم بيئة التعلم. لو لقى شوية الحاجات دي بيبتدي يديك درجة عالية جدا في الإيه؟ في النقطة دي. مهم جدا اقول حاجة برضو كنت بقولها زمان ومهم جدا كملي يا توضح. استاذ سيد. الصوت مش واصل شبرا الخيمة. سامعيني كويس؟ تمام. كلهم بيردوا عليك ولا استاذ الصوت مش سيد واصل اهو. عند الأستاذ محمد صابر. واصل. أنا مشغل المروحة، هل صوت المروحة عامل لكم مشكلة؟ ايه بابا كده أطفيها؟ ليه كده؟ طيب تمام. واصل شبرا الخيمة يا مستر. تمام يا سيد، تمام يا سيد. طيب المعيار التاني اللي بيبص عليه في المشروع بتاعك بالعربي برضو هو بيقول لك عرض وتقييم المشروع، اللي هو بيسميه أدلة التعلم. حضراتكم عارفين أدلة التعلم ايه ده؟ منى مراد واحمد ابو غني وكلهم بيقولوا لا. الصوت مش تمام، الصوت مش مسموع، احنا ازاي هنشوف استاذ سعيد مثلا؟ الصوت تمام. طيب زي ما اتفقنا احنا بنسجل اصلا، ما تقلقوش المحاضرة هتبقى متسجلة. في المعيار التاني كنت بقول حتة مهمة جدا هنا، مهم جدا تلاحظوا في القالب ان هم 7 شرايح، وكل شريحة في شريحة فيها معيارين أو حتتين، في شريحة وشريحة فيها حتة واحدة. مهم جدا واحنا بنعمل مشروع، عشان انا لاحظتها في المشاريع اللي كانت متقدمة السنة اللي فاتت في 2013، ان الناس عاملة حاجات حلوة جدا في معيار من المعايير وجات عند معيار معين وطنشته او ما عملتهوش ما عطتهوش حقه. لو هتاخدوا بالكم كل معيار عنده درجة، يعني اول واحد التخطيط بيئة التعلم بياخد درجة من 12، عرض وتقديم المشروع اللي هي أدلة التعلم بياخد درجة من 8، وده بيوريك ايه الاعمال اللي قدموها الطلبة. لو الولاد قدمت عملت حاجة بايديها، حاجة فيزيكال اصلا بتتقدم برضو، وهكذا. وبيبقى هو بيبص على الايه، على منتجات ومخرجات الايه التعلم. وده كان سؤال يا استاذة ابتسام، ما اعرفش حضرتك سامعانا ولا لا، لما سألك دكتور سمير هو فين نواتج التعلم في المشروع بتاعك؟ هو فين يعني فين اعمال الطلاب؟ الحته دي مهمه جدا، ما ينفعش تتساب، ولازم حتى وانت بتبريزنت المشروع بتاعك لو حصل وعملت له ريبريزنت لازم الحاجات دي تبقى واضحه وبتتك عليها. طيب سؤال التعاون، كانت استاذه سناء بتسالنا هو التعاون ممكن اثبته ازاي؟ تثبتيه ازاي لما تبصي على المحكم هو هيقيمك عليه ازاي؟ بيقول لك الى اي مدى كانت انشطه التعلم تتطلب او تجبر، ببص يبقى مش تتطلب، دي بتجبر الطالب على التعاون والتفاوض مع الاخرين لاتخاذ قرارات مصيريه حول تشكيل المحتوى او العمليه او المنتج النهائي لعملهم. هل عملهم مترابط؟ واخدين بالكم؟ وهنشوفها كمان شويه في حاجه هوريها لكم في ادله التعلم ان شاء الله، الوقت هنلحقه ان شاء الله. بتشرح الحته دي، كل معيار من دول بكل الامثله بتاعته. يعني برضو مش عاوزكم تقلقوا، عندنا التعاون، بناء المعرفه والتفكير الناقد، التعلم الممتد خارج الفصول الدراسيه، الاستخدام الامثل للتكنولوجيا التعليم، المعلم كمبدع وعنصر فعال. دول كلهم بصوا اقرا وبص المعيار بياخد درجه من كام. اول ما دخلنا في مهارات القرن 21 ابتدى الكلام يبقى من 16 على طول، درجة من 16. مهارة التعاون هتاخد درجة من 16، بناء المعرفة والتفكير الناقد هتاخد درجة من 16، الامتداد التعلم خارج حدود الفصل الدراسي برضو نفس القصة. ولو قرينا الكلام ده حضراتكم هتلاقوا الفايل ده موجود عندكم PDF برضو في الريسورسز اللي موجودة في الاتاتشمنت، او اللي موجودة في المجتمع بتاعنا على شبكة مايكروسوفت شركاء في التعليم، الديسكشنز الخاصة بينا اللي اسمها مايكروسوفت بارتنر ليرنينج ايجيبت. انا شايرت لكم الكلام ده كله الصبح.
انت عندك صوت بدون صورة. مش عارف. الروبريك اللي حضراتكم شفتوه اللي فات ده مترجم هنا في مصر. ده الروبريك العربي. هو ايه الروبريك اللي معمول بالايه؟ بالانجليزي. اللي احنا شفناه بالعربي هو ترجمة الروبريك اللي موجود على الشبكة الجادجنج فور للجلوبال فورم اللي هيتحكم بيه لحضرتك بنفس الشكل ده، هو اللي كان مترجم بالايه؟ بالعربي. حضراتكم شفتوه حتى بنفس الايه؟ بنفس الدرجات وبنفس السكورز. ودي ترجمة أستاذ محمود ونشكره جدا عليها، لأن هو اللي ترجم لنا الروبريك ده لروبريك عربي عشان نقدر نقرا كل حتة من دول. طيب أنا هبتدي موضوع جديد دلوقتي، فهستوب والمفترض إن أنا أسمعكم، والموضوع ده ممكن نبتديه بكرة في المحاضرة بتاعت بكرة إن شاء الله. هي المهارات الستة بتاعت كل مهارة من المهارات. يعني سريعا جدا كده، بصوا لو جريت بسرعة جدا عاوز اوريكم حاجة ظريفة. بصوا ده اللي بقايم بيه مثلا التعاون. لما اجي اقيم التعاون اقيمه كده، اول سؤال بساله لنفسي: هل يتطلب من الطلاب العمل في ازواج او مجموعات؟ لو الاجابه لا هاخد واحد، لو الاجابه اه هنزل للي بعدها. هل الولاد اتقسموا المسؤوليات بقى كل واحد فيهم عنده مسؤوليه، ولا هو واحد شغال والباقيين بي بي بيخدموا بي عليه مثلا او ما بيعملوش حاجه؟ لا، مهم جدا. لو لا هاخد اتنين، لو اه هنزل للي تحتها. هل الطلاب مع بعضهم بياخدوا قرارات لوحدهم جوهريه من غير الاستعانه بحد بتاثر على مسار المشروع بتاعهم؟ لو لا بناخد ثلاثه، لو اه هنزل اخد الدرجه اللي بعدها. لو عمل الطلاب مترابط، يعني ايه عمل الطلاب مترابط؟ يعني المشروع كله مش هيكتمل الا لما كل واحد يخلص الجزء اللي مطلوب منه. لو كل واحد خلص الجزء المطلوب منه يبقى ده العمل اللي بنسميه عمل مترابط. يعني المشروع مش هيكتمل الا لما كل واحد يخلص التاسك اللي مطلوب منه. تمام؟ فهو دي اللي بيتقيم بيها. ده باختصار شديد جدا القصه بتاعت المعايير. عندنا برزنتيشن محترمه هنبتدي فيها من بكره، بس انا عشان انا خدت اكتر من وقت كتير قوي النهارده، انا قلت ساعه الا ربع محاضره، فانا خدت اكتر من ساعه الا ربع، انا خدت ساعه ونص محاضره، وحضراتكم معاكم النص ساعه دي بالكامل نسال اي اسئله حضراتكم محتاجينها. وهنشتغل في تصميم الانشطه التعليميه للقرن 21 ان شاء الله في محاضره بكره باذن الله، اللي هي هنشرح فيها الست مهارات دول. حضراتكم شايفينهم؟ يا هيل خد الصوره مننا عشان شغال. لسه الصوره ما ظهرتش. انا برضو هسالكم في الوقت يا استاذ صابر، هل الوقت مناسب من 9 ل 11، ولا تحبوا نغير الميعاد؟ طيب هنعمل فوت. ثواني هنعمل فوت. هحط لكم مواعيد ونختار منها: 7 مساء، 8 مساء، 7. يا ريت كلنا نجاوب على الفوت. يا ابني الديمقراطية يا جماعة، الديمقراطية كل واحد عنده ميعاد يختار.
42 اللي فينا يفهم في القانون يقول لنا الجمعية العمومية تصلح بكام في المية؟ ما أنا مش عارف يا هناء والله، بس أنا شايف المجموعة رايحة ناحية الساعة 9، الميعاد واضح إن هو مناسب. اشمعنى 9:30 يا سناء؟ طيب في ناس معانا ما عملتش فوت. يعني احنا كل اللي عمل 16 واحد من 42 حد بيحضر. خمسين في المية زائد واحد، تمام. أستاذة صفاء قالت لنا 50% زائد واحد. طب نص ال 42، 21، 21 يعني 22، احنا لسه 18. محتاجين اربع اصوات لله يا شباب عشان الجمعية العمومية تبقى كاملة. اربع اصوات من ال 42 اللي مشاركين معانا كده، ثلاث اصوات. كده فاضل صوتين. فاضل صوتين. اللي بيكتب مش محتاج يكتب، هو يفوت بس. اللي بيكتب مش محتاج يكتب، هو يفوت بس. تسعة تكسب شكلها، ما تلاقوش. تمام. عدينا الجمعية العمومية، عندنا 23 صوت. في 20 صوت خدهم ميعاد الساعة 9، و3 اصوات يعني 13% خدهم ميعاد الساعة 8. لا محدش حط فوت خالص لصباح، ما تقلقوش. الساعة 9 بالليل. طيب تمام. اللي محتاج يتكلم بقى ممكن يكتب، وانا هرتب الدخول بتاع الكلام بتاعنا. اللي عاوز يسأل سؤال بصوته يشاركنا بقى. ربنا يكرمك استاذ محمد. اللي عاوز ي... لا اللي عاوز يتكلم يكتب اتنين. استاذ ايمن احمد عاوز يتكلم. طيب اول واحد هيتكلم ايمن احمد، بس نشوف بعد كده. صورة حضرتي تجيبيها ازاي؟ مش عارف. استاذ مصطفى بعد استاذ ايمن ان شاء الله. طيب حد تاني؟ استاذ محمد. تمام. كده ممكن حضرتك تشوفيني؟ مش عارف شايفاني حضرتك كده ولا لا؟ بس عشان الصوت والديلي يعني. متشكر ليكم جميعا. لا انا شارح صور برزنتيشن يا صفاء. انا جهزت برزنتيشن وبشرح منها، وهي هتتسجل فيديو ان شاء الله، هتبقى متسجله فيديو. استاذ ايمن ممكن حضرتك تتفضل، وبعديك استاذ مصطفى الجابري، وبعديك استاذ قلنا محمد عبد العال، وبعد كده استاذ عبد الكريم هاشم. اتفضل استاذ ايمن. شيل الميوت اللي على المايك وتفضل. انا هعمل ميوت للمايك بتاعي. السلام عليكم. انا مش عارف الصوت بتاعي واصل ولا لا يا باشمهندس. السلام عليكم.
اتفضل يا السلام استاذ ايمن، عليكم. هنبقى سامعينك ان شاء الله. انت ممكن تشيك ان احنا سامعينك بان احنا نكتب لك واحد. اوكي ماشي ماشي يا باشمهندس. ايمن احمد ابراهيم، مدرس لغه انجليزيه، مدرسه او اسمها شيخ ثانويه ابو المطاوير. هو انا اسف حضرتك دخلت متاخر، بس المشكله في الكهرباء طبعا، يعني انا داخل من بالظبط 10 دقائق، فمعرفش حضرتك المحتوى بتاع المحاضرة أنا قريته من على الفيس، بس معرفش بالظبط إيه اللي تم فيه، لأن أنا في الموضوع ده مثلا من شهر 3 اللي فات أو من شهر 4، بس معرفتش أجهز بروجكت كويس، وخصوصا البرامج اللي حطاها مايكروسوفت. هل إحنا المفروض نجهز بروجكت على البرامج دي إزاي إحنا نشغلها، ولا إحنا بنعمل حاجة من عندنا باستخدام البرامج دي؟ أنا معرفش حضرتك شرحت إيه في الأول. تاني شيء، انا في معايا شهادات، لو حضرتك ممكن تقول لي ممكن استفيد بيها في ايه في المجال نفسه. انا معايا سي سي ان ايه، معايا ام سي اس اي 2012. ماشي يا باشمهندس، شكرا. في حد تاني كمل؟ مش عارف الصوت واضح كده ولا. طيب تمام. المحاضرة برضو لو حضرتك مسجلها حضرتك رفعها على للأسف ايه؟ يا أيمن أنا الوحيد اللي مش سامعك تقريبا، فأنا المفروض أبقى سامعك عشان أجاوبك على السؤال. طب ما انا ما اعرفش حضرتك سمعت، طب ما اعرفش المشكلة فين. طيب طيب أستاذ مصطفى الجبري اتفضل. أنا هستأذنكم هوقف التسجيل لحد كده عشان بس يبقى المحاضرة مش طويلة، وأجاوب على أسئلتكم. أنا معاكم لغاية لما نخلص.